في الجزء التاني من التمرين احنا عملنا استحضار للناس اللي كان في بيننا وبينهم علاقات جنسية أو علاقات تركت أثر سيء في أرحامنا، وعملنا تشافي منها. دلوقتي عايزاكو على ورقة بيضة نكتب رسالة وداع. هكتب اسم الشخص وهكتب له إن أنا بودعه وبتحرر منه وبتحرر من كل رابط ربطني بالشخص ده بكل حب وامتنان. ممكن نبدأ؟ هديكوا 5 دقايق تكتبوا الرسالة، حتى وإحنا معاه لو الشخص ده أذينا اكتب، مش لازم ورقة بيضاء، حتى لو إحنا مع نفس الشخص، الشخص ده لسه عايش معانا، حتى لو مفيش علاقة جنسية بيننا وبين الشخص ده، حتى لو الشخص ده أب، أخ، صاحب، جار، أي صفة اتسببت لنا في أذى والأذى دي اتسجلت في الرحم، في ذاكرة الرحم، حتى لو زوجك يا علياء. ومش معنى إن إحنا بنكتب رسالة وداع إن إحنا بنودع الشخص، ولكن بنودع المشاعر السيئة اللي هو تسبب لنا فيها. ممكن نبدأ؟ والشخص ده مش هيختفي، عشان بس الناس اللي خايفة، الشخص ده مش هيختفي، يعني مش هنعمل رسالة وداع فالشخص ده هيبقى مش موجود أو هيتوفى أو كده، ولكن هنودع كل المشاعر السيئة اللي هو سابها لنا في أرحامنا. عشان بعد ما هنعمل التمرين بتاع النهاردة هنعمل تشافي للأرحام عشان نقدر نخلق من الرحم. اتفضلوا. هبدأ أشوف صورة لطفلتي الداخلية وهي بتقرب قدامي، أول ما تبدأ الصورة دي تتجسد قدامكو هنحط الإيد اليمين على القلب والإيد الشمال على الرحم كأني بحضن قلبي ورحمي. هبص للطفلة الداخلية اللي واقفة قدامي وهكرر العبارات دي: أحب الطفلة الداخلية التي بداخلي، أحب الطفلة التي بداخل أمي، أحب الطفلة التي بداخل جدتي، أحب كل الطفلات الداخلية التي بداخلي. نفس وركز على قلبي ورحمي. أنا أفخر بالطفلة الداخلية التي بداخلي. أنا أفخر بالطفلة الداخلية التي بداخل أمي. أنا أفخر بالطفلة الداخلية التي بداخل جدتي. أنا أفخر بالطفلات الداخلية كلها التي بداخلي. آخد نفس. أنا أسامح الطفلة التي بداخلي. أنا أسامح الطفلة التي بداخل أمي. أنا أسامح الطفلة التي بداخل جدتي. أنا أسامح كل الطفلات التي بداخلي. ناخد نفس. أنا أشكر الطفلة التي بداخلي.
أنا أشكر الطفلة التي بداخل أمي، أنا أشكر الطفلة التي بداخل جدتي، أنا أشكر كل الطفلات التي بداخلي. أنا أطلب العفو للطفلة التي بداخلي، أنا أطلب العفو للطفلة التي بداخل أمي، أنا أطلب العفو للطفلة التي بداخل جدتي، أنا أطلب العفو لكل الطفلات التي بداخلي. أخذ نفس، أحس بالأمان وأشوف قدامي طفلتي الداخلية وهي مبسوطة وسعيدة بالتشافي. اسمح لها بالرحيل وفتح عيني.